ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا كل سنة وانتم طيبين. خلصنا رمضان وخلصنا العيد وانبسطنا، وكل واحد مننا اخذ جرعة ايمانية وطاقة عشان نكمل بيها السنة، وان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان الجاي بإذن الله. حابة ان انا ارجع تاني لسلسلة الكتاب ده وارجع اتكلم فيه. حد هيقولي طب انتي ليه كل شوية بتوقفي؟ هقول لكم لان انا الكتاب دوت او الفكرة اصلا مستوحاة ان انا بتكلم عن تجارب او قصص او حاجات في حياتي او في تجارب في حياة حد تاني، سواء حاجات تاريخية او حاجات ناس انا عارفاهم. فساعات لما بقعد اقرأ عشان احضر مش بيبقى عندي، ما بيبقاش فيه الهام، مش بيبقى عندي حاجة ان انا اقولها او ان انا اتكلم فيها. فده سبب من الاسباب اللي بيخليني ان انا اقطع، بس باذن الله باذن الله هكمل تاني باذن الله. تجارب ليا وتجارب من ناس تانية هبدأ ان انا اتكلم فيها معاكم او اشارككم بيها. يعني نقول بسم الله. طبعا اللي ما شافش الحلقات بتاعت اللي فاتت هيلاقيها على القناة بتاعتي، وطبعا ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه عشان يوصلنا اي حاجة جديدة، وعشان كمان قناتي تتوثق. خلاص بقالي 3 سنين. طيب الحاجة النهاردة اللي هنتكلم عنها ان الحياة مثل النرد. يعني ايه؟ احيانا بنفوز واحيانا تانية بنخسر، وبعد كده بنلاقي نفسنا وقفنا وفي ناس بتكمل. فالمعلومة بتاعت النهاردة او الحاجة النهاردة اللي بيوصينا بيها الكتاب ان احنا ما نوقفش، وان احنا نتقبل الخسارة، مش وان احنا نتقبل الخسارة والفوز، الاتنين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني ساعات مننا بندخل تجربة، سواء التجربة دي زواج أو علاقات أو حمل أو أي تجارب من تجارب الحياة عشان نوصل لحاجة معينة، وبنخسر ما بنوصل لهاش. ممكن نخسر فلوس، ممكن نخسر أشخاص، وممكن بعد محاولات كتير نفوز. وممكن الفوز ده يكون زي نقمة. إزاي يكون نقمة؟ يعني ساعات لما تلاقي نفسك فزتي بحاجة أو نجحتي في حاجة، تلاقي كل الناس النوايا تبدأ إن هي تظهر عكس اللي انتي كنتي متوقعة. إن انتي متوقعة إن كل الناس تفرح للنجاح بتاعك أو كده، وتلاقي ناس كلها تلاقي ناس بتتفلتر من حياتك. وساعات نخسر وبرضو نوصل لنفس النتيجة ونكتئب ونقول خلاص احنا مش هنحاول تاني. اللي بيحاول يوصله الكتاب ده إن احنا الحياة يعني شبهها بالنرد. لا احنا كأننا بنلعب، لا فايز لا خسران. وقت اللعب دوت احنا بنلعب مع ناس احنا بنحبهم، فسواء خسرنا او فزنا ما يبقاش الموضوع متعلق بينا قوي، او ما يبقاش الموضوع يعني جاي علينا قوي. العكس، احنا عادي نلعب، وفي ناس بتأفور وفي ناس بتبقى تمام. اللي قصده بقى عليه الكتاب ده ان احنا نتقبل الحقيقة كما هي. بمعنى ايه؟ ان سبحان الله ربنا خلقنا في الحياة دي عشان نأدي رسالة معينة، او خلاص هو عارف كل واحد مننا هيعمل ايه، وده حاجة كانت مكتوبة في الاقدار بتاعتنا. انت ما انك بتحاول انك تبقى حاجة كويسة، تحاول مرة واثنين وثلاثة، والحياة بتديك دروس على مر حياتك كلها. مثلا حد ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ربنا بيبعت له شخص مش احسن حاجة يعلمه ازاي يتعامل مع الناس بطريقة احسن. حد تاني ربنا بيبعت له رسائل عن طريق موقف معين حصل، او عن طريق حد من اقرب الناس اليه، حد بيثق في الناس بطريقة مجنونة، فربنا يبعت له حد يكون قريب ليه فيخزله، فبالتالي ان هو يتعلم ان هو من احنا ما ينفعش نثق في الناس الثقة العمياء، هكذا. فدي حاجة من الحاجات الحياة بتدهلنا. تاني حاجة الحياة بتدهلنا ان احنا بنقعد من اول ما بنتولد وندخل بقى الحياة الدراسية الجميلة اللي هو من اول ابتدائي لغاية الكلية. من بعد المرحلة ديت بنبقى معتمدين على نفسنا، فتلاقي كل حد مننا في ناس بتقعد تجرب تتعلم حاجة جديدة، في ناس بتوصل وفي ناس ما بتوصلش، في ناس تانية بتلاقيها فتحت مشاريع وبتلاقيها فتحت، فلو فشلت في حاجة او لو حاجة ما زبطتش فيها بتبدأ ان هي تكتئب، وتبدأ ان هي تقول خلاص انا مش هينفع اكمل والدنيا بايظة وانا فاشل وانا مش عارفة ايه وكده. هو ده ما ينفعش.
ده عكس الحياة، عكس الحياة ان احنا نبقى فاكرين ان احنا دايما هنفوز او احنا دايما هنبقى خسرانين. نو، احنا هنخسر شوية عشان نتعلم، وبعد كده هيجي نجاح كويس جدا. اي حد مننا حصل له خسارة في اي حاجة في حياته، هتلاقيها ان هو بعد فترة، بعد ما تقبل كل الصدمات ديت او الحاجات دي كلها او الحاجات اللي هو خسرها، هيقول ايه ده كويس ان حصل لي ده، لولا ده انا ما كنتش هبقى الشخصية اللي انا عليها هكذا. ونقطة الشخصية ان احنا بنبقى احسن من النسخة القديمة، ده كنت اتكلمت عنه في فيديوهات من سلسلة الكتاب دوت قبل كده، فممكن ترجعوا له كده. انا خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى يكون الرسالة اللي انا عايزة اوصلها وصلت لكم. باختصار، ان العب زي ما انت عايز، يوم هتخسر يوم هتفوز، في كل خسارة بتتعلم حاجات، وبكل فوز برضو بتتعلم حاجات. فشكرا جدا ليكم، مع السلامة.